احنا بنعمل افكار جديده من نوعها لاول مره في مصر، شركه ابيض واسود للانتاج. والاستاذ محمد عواد قعد معايا وقال لي احنا عايزين نستغل صوتك. قلت له في ايه؟ قال لي اغنيه. قاعدين لينا 7 شهور، 7 شهور بنتكلم وبنفكر. طيب ايه يا جماعه اللي تعملوه؟ عشان انا لو دخلت على حاجه زي كده، انا لا راجل مطرب ولا صوتي ينفع للغناء ولا الكلام ده كله. فقال لك لا، احنا عايزين نؤدي، احنا عايزين نعمل اسقاط او شيء زي المونولوج على الوضع الرياضي اللي احنا فيه. ودي بأول فكرة شدني الكلام وعجبني، شدني الكلام وعجبني. طيب يا جماعة هتعملوا ازاي؟ قال لك هنوفر لك كل الامكانيات. طب اشوف الامكانيات ايه؟ جابوا لي ورشة كتابة وعملوا فريق عمل، ورشة الكتابة معاها ملحن، موزع، ناس فاهمة. أنا ما بفهمش، قالوا لي سلم لنا نفسك. لا ما بفهمش في الموضوع ده، ما بفهمش، سلم لنا نفسك. إيه يا عم عواد؟ قال لي والله الشباب عرضوا علي فكرة، إحنا في مأساة، التعصب، القنوات الفضائية وبعض الناس اللي بتطلع تنفخ في النار وتدمر الدنيا، الكورة اللي بايظة، اتحاد الكورة اللي بيدار غلط، بعض الأشخاص اللي مسيطرين على الأوضاع والكلام ده كله، فعايزين نعمل مع بعضينا أفكار. قلت لهم مش من السهل إن أنا أوافق. كلمت الأستاذ محمد رشوان المحامي، يا أستاذ محمد إيه الصيغة التعاقدية اللي ممكن أشتغل بيها مع الناس دي؟ الفكرة نقعد. قعدنا مرة واثنين وثلاثة. الأستاذ محمد رشوان عمل صيغة تعاقدية بيننا ما بين الناس، وقعدنا والناس فوجئت بيهم جاهزين وعندهم 10 أفكار. من حوالي شهرين أو 3 شهور، يعني محمد قال لي يعني أنا كتبت أكتر من مسرحية ولكن التكلفة بايظة وباهظة وما بلاقيش رعاة. فهنحاول نعمل المسرحية، قال لي ببسط لك، نحاول نعمل المسرحية في 3 دقايق. فتخيل أنت لما 3 دقايق تبقى قصة متكاملة وتوصل رسالة. يعني أنا النهاردة محمد عواد راجل ناجح عايز يقول إن عبد الناصر زيدان فاشل، أو عبد الناصر زيدان متعصب ودمر الإعلام الرياضي. فتخيل أنت لما يعمل القصة بتاعت عبد الناصر زيدان في 3 دقايق. طبعا هو لا يقصد عبد الناصر زيدان، ولكن يقصد عبد الناصر وكل ما هو شبيهه. فجت 10 أفكار، مش هنقدر نقول الكثير منها، ولكن أنا قعدت ذاكرت ال10 أفكار، حفظت منهم اللي حفظته، وصورنا وسجلنا وجينا نختار نبدأ بأنه فكرة. واخد بال حضرتك؟ نبدأ بأنه فكرة. ففي أفكار حالية وفي أفكار تنفع تتعلب يعني تتشال. فكلنا اقترحنا، فريق العمل والتسويق وكل الناس. يعني على فكرة أنا واخد من الناس دي فلوس ومتعاقد عشان بيهم، عشان لا لا يا بيه، لا واخد فلوس ومتعاقد وبدفع ضرائب، وبدفع ضرائب. كان ليا 3 شروط. محمد عواد بصفته المدير التنفيذي لشركة أبيض وأسود للإنتاج الفني، وهو المشرف على الموضوع، وأنا بعتبره وكيلي في هذا الموضوع، مع الأستاذ محمد رشوان بيرتب الأمور القانونية. حطيت 3 شروط. قلت لهم أنا هسلمكم نفسي بس في 3 شروط. الشرط الأول إني أنا موافق على استغلال صوتي وان انا اقدم هذه الافكار، ولكن ماليش علاقه لا التسويق، ولا حد يقول لي هات اعلانات، ولا حد يقول لي انت شريك، ولا الكلام ده كله في ارباح. انا تتفق معايا على اجر؟ قال لك انا موافق، شوف الاجر اللي انت عايزه. قلت اتكلمنا في ارقام ووصلنا الرقم معقول، والحمد لله تعاقدنا عليه
والناس مع توقيع العقود ادوني شيك بالمبلغ، وقسطنا باقي المبلغ على باقي الافكار العشره. ده اول شرط، اني انا اخد اجر. ايوه المهم مش لما الموضوع ينجح تعلي الاجر يعني. لا 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 العشر لا على فكره الصراحه لا 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 محمد انا بتكلم بكل صراحه. لا انا بقول لكم الفلوس اللي خدها بتاعت اول فكره لا لا عشان ابيع. يا جماعه عشان تبقوا عارفين يا جماعه الخير، انا بس انا بحب ان انا اكون منظم. اه لا دي حقيقه. آه واحب ان اكون بعمل حاجه مستنده على قانون، لان انا عارف ردود الافعال. انا عارف ردود الافعال. وشاي يا محمد. ايوه انا مستنيها بقى. يعني تخيل انت من ضمن الافكار عاملين فكره اسمها شاي يا محمد. انا لسه يعني شاي يا محمد، هل دي ضد حد؟ المهم الشرط الثاني، وده اللي هيفاجئكم بقى، اني انا بعد ما سجل صوتي ماليش علاقه لا بالوضع القانوني ولا بتبعيات الاغنيه ولا اي شيء قانوني يخص الاغنيه او المونولوج، لان انا ما عيب ان انا اقول اغنيه لان انا مش مطرب. فيتتحمل الشركه المسؤوليه القانونيه كامله، انا ماليش دعوه باي حاجه. الحاجه الثالثه، لا ليا دعوه يسقطوا عليها صور مين ولا يصوروا مين ولا يعملوا مين ولا يركبوا مين فيما يخص الافكار اللي هتتعمل جرافيكس، لان انا ما عنديش وقت اقعد اقول الصوره دي كويسه الصوره دي حلوه. انتم مسؤولين مسؤوليه تامه عن العرض، التوزيع، التسويق، المساءله القانونيه. ليس لي اي علاقه باي شيء من قريب او من بعيد الا التسجيل وانك انت تستغل سوقي. حضرتك بقى فلان يشتكيك، فلان يقاضيك، فلان مش عارف ايه، ولا ليا دعوه بالافلام دي خالص. لان انا عارف ان انا اعمل ضجه. وصراحه محمد كان جريء، والشركه ومستشارها القانوني كانوا محترمين جدا، وقال لك احنا عارفين احنا بنعمل ايه. احنا عارفين احنا بنعمل ايه كويس جدا. وبدينا وكتبنا العقد ووقعناه وتمام التمام، ومن المفترض خلال 48 ساعه في حفل بسيط بطرطية بسيطة على باب الله. احنا مش يعني احنا على باب الله لسه، ولكن عايز اقول لكم على حاجة. في فكرتين بالنسبة لهم بلية الدلدول دي صفر على الشمال. الافكار جديدة جدا وتحاكي الواقع. هتلاقي في اسقاط سياسي على الناس اللي بتكره البلد وبتحارب الانجازات، واخد بالك. هتلاقي في مساندة للدولة بشكل هيعجبك جدا. هتلاقي فيه اسقاطات. طب ما احنا عاملين فكره على الجونه، مهرجان الجونه. انت هتحرق كل ده. لا ماله، بس انا يعني مثلا عاملين فكره على استاذ عبد الناصر نفسه مثلا. والله العظيم صح، دي بقى حقيقه. دي طالما هو حرق واحده انا حرق. يعني الجونة. يعني تخيل انت بادي الفكره بتاعت الجونه. انا اسف يا جماعه ان الاخ عبد الناصر زيدان ما قدرش يغطي مهرجان الجونه السنه دي، لانه من كتر العري اللي فيه ما عرفش يغطي مين ولا مين. بنضحك فيها ايه؟ وهذا العمل ليس له اي علاقه باي حاجه، ولا بالعري ولا مش عارف ايه. وبدخل انا اقول الكلمتين وبغنيهم هتموت من الضحك. يعني بتوصل رسالة بشكل فكاهي، لا فيها تجريح لحد، ولا موجهة ضد حد، ولا ليها علاقة بحد، ولا أي حد فاكر إن هو شخصية أو ذا قيمة عشان نعمل له أغنية. يعني ناس تصرف صرف لها مشروع صارف حوالي 500,000 جنيه عشان يطلع يتوجه لواحد تافه، مين ده؟ يعني شركة جاية وصرفة ومشروع علشان خاطر شخص، اللي على راسه بطع هيحسس عليها. اللي على راسه بطع هيحسس عليها. النجاح هي الهزة اللي حصلت دي، الكواليس والأسرار اللي عندي.